إذا أراد أن يدخل في النسك فإنه يلبي، فإنه يلبي، يقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وصفة التلبية كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حديث متفق عليه. وهذه التلبية أيها الإخوة عظيمة جدا، فقد أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كلمة التوحيد، أطلق عليها التوحيد في قوله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، رواه مسلم، أهل بالتوحيد. لكن متى يلبي؟ يلبي إذا استوت به راحلته. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك، حديث متفق عليه. ويستحب رفع الصوت بالتلبية. فعن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج، العج والثج، رواه ابن ماجه. فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي، ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد. أما المرأة فتلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها، كما قال ذلك الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويستمر في التلبية من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف. من الأخطاء في التلبية أن تكون جماعية بصوت واحد، وهذا لم يرد في الشرع. ومن أخطاء بعض المعتمرين عدم الاهتمام في التلبية، إما كسلا أو جهلا بفضلها. ولا يجوز أن يقول عند النية اللهم إني أريد العمرة، فلا يجوز التلفظ بالنية، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما النية تكون في قلبه ويتلفظ بقوله لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة.